تضم جزيرة ساقطري آلاف النباتات والأشجار النادرة والمستوطنة، بعضها مهدد بالانقراض بحسب القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومجلس الترويج السياحي في اليمن. من بين تلك النباتات والأشجار المهددة بالانقراض شجرة سبرة، وهي شجرة لا توجد في أي مكان آخر من العالم، إلا أنها تنتشر بشكل كبير جدا في الجزيرة اليمنية ساقطري، ولها قدرة على التكيف في مختلف التضاريس المناخية، وتحظى بشهرة واسعة في المجتمع السقطري بمختلف فئاته، تفوق شجرة دم الأخوين ذات الشهرة العالمية. سبرة من الأشجار الطبية الشائعة في جزيرة سقطرى، ولها فوائد وخصائص علاجية عديدة، حيث تستخدم كمهدئ ومسكن فوري للآلام. استخدمها السكان المحليون منذ القدم لعلاج مجموعة من الأمراض، أهمها إيقاف النزيف بتقطير سائلها المطهر والمعقم للجروح والحروق، إذ يكفي أن تقطف ورقة منها وتقطر من سائلها على الجرح دون أن تحدث مضاعفات أو آثارا جانبية. كما تستخدم المادة اللزجة الشفافة التي تستخرج من الشجرة في تزيين وتلوين الصناعات الفخارية، حيث توضع على الفخار فيكتسب اللون الأحمر بعد أن يجف لتبدو الأواني والأدوات أكثر جمالاً. وقد ارتبطت شجرة سبرة بالحياة اليومية في الجزيرة، وقيل فيها الكثير من الحكم والأمثال باللغة السقطرية، وهي واحدة من أقدم الأشجار التي عرفها الإنسان السقطري كصيدلية طبيعية مفتوحة.